يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح يكون فيديو طاير عن اي سري، سري 12 ميلي يلي هي كاليبر 410. هلا رح نحط هيدي الشقفة هونيك على بعض تقريبا شي 35 متر ونقوس عليها ونشوف شو بيصير. يعطيكم العافية جميعا عن جديد. مثل ما وعدناكم نحنا يوم عن يوم، فيديو عن فيديو رح يكون اقوى من التاني. بقى اليوم رح نفرجيكم سيارة 12 ميلي يلي هي 410. في عنا البي ام ال الإيطالية، عنا الآيا الإسبانية جفت، في عنا الأوغلو التركي، في عنا اليلدز التركي. رح نشوف الفرق بيناتهم. رح نكون عم نقوس بخرطوشة أربع قلل، هادي للخنزير والأرانب. رح نكون عم نقوس بالدوبل شارج بي ام ال. في عنا ثلاث قلل، في عنا الدوبل شارج سبيشال بيرد، في عنا القلة وحدة، في عنا البي ام اس زخطورة للخوري والشماس. كل بيعرف تيونت بطل في منها كثير بالسوق. احلى خرطوش هادي، هادي لو بيتي كاليبر. نسينا نقلكن عن الساقة كاليبر 36، هادي تريبل شارج تريبل. رح نبلش بجفت الأوغلو اللي هو صنع تركيا. رح نقوس بالبي ام اول شيء، نمره 10 9 جرامات على بعد تقريبا 30-35 متر. اف صوته كتير قوي. هذا الصدى بس حلو. يلا خلينا نشوف. رح نروح نشوف الجمع تبع الخرطوش وتبع الجفت. مثل ما عم نشوف الجمع حلو مش عاطل على هيك مسافة، بس اكيد ما رح تأثر بالحديد يعني. هلا رح نشوف فرق العظام بالكاليبرات الكبيرة. لك ايه طايرة؟ رايدين لنا اياها يا طايرة. اللي قدام اللي قدام ديك اللي قدام. لا لا ايه ايوه طايرة ومحلقة. نعم كتير. مثل ما عم نشوف هذا الجفت، دي كان ديك اثنان جفت ممتاز. شف جفت اليلديز يلي هو كمان صنع تركيا من انجح الجفوتة يلي انعملت. رح نقوس هلا بالدوبل شارج على الصحون وتشوفوا النتيجة. اكيد ما رح نعمل مقارنة بين البي ام اي والدوبل شارج الفلام لانه اكيد خرطوشة اكبر. بقى رح نفرجيكم اياها على الصحن شو الفعالية تبعها. على فكرة أنا هيدا الجفت وهيدا الخرطوشة بالأخص عمل فيها العجايب سهل اللي بقى على المطوق. 40 مطوقة كان كل السيادة معهم 4-5 مطاوق، أنا الوحيد كان معي 40 مطوقة، كان عمري 11 سنة. حلوة. تبو هيدا أجكتور عيد بدنا بعد. بلا بس بدنا بعد. أوكي. وهذا الجفت اجكتور يعني دغري تيك تيك تح تح على السريع. لا تكت لا تكت، طلعت لي فوق قبل شوي حطيناها غلط. هذا رجلابل فيكم تقوصوا الشمال يعني اللي فوق قبل او اللي تحت قبل. اوكي هلا هذا اللي فوق بعتقد. انا عم بتعلم معكم. يلا ليتس جو قاموس. حلوه. مثل ما كنتوا عم بتشوفوا الصحن كان شبه عم يتبخر باليلديز بخرطوشة سبيشال بيردز الفلام. خرطوشة رائعة وجفت ممتاز. هلا رح ننتقل على الآيا الإسباني. هلا عم نحكي أكيد بغير ليفل، ليفل طايرة ومحلقة. رح نقوس بالبي ام اي دوبل شارج بجفت الآية. ليكو ليكو منا قديحة. أنا على فكرة عشق الجفت اللي بيكون جوكستا بوزي يعني حط بعضه بوزان حط بعضه سوبر بوزي يعني فوق بعضه، جوكستا بوزي يعني حط بعضه. ليتس جو. كمان رح نقوس على الصحن بس هلا بخرطوشة البي ام اي. صورينهم اياها هيدي العلبة، هيدي اللي هون شافوها؟ حمرا دوبل شارج هيدي.
خرطوشي كمان مش عاطل نحاس. فرق بينه وبين سبيشال بيرد انه هادي بلاستيك بام او نحاس. اوكي يلا هلا رح نقوس على الصحن ونشوف سوا الفعالية. مسكته للجفت فخامة مسكته. Let's go. رائع 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 ممتاز. وهلا تاني ضرب على هيدي التحفة الممتازة يلي عشق جوكستابوزي. جفت رائع ممتاز. تننتقل هلا عالشي الكبير والضخم. وهلا مين ما بيعرف البي ام او الميد ان ايطالي الماجنوم، هيدي اللي بتقوض جميع انواع خرطوش 12 ميلي دوبل شارج الصغيرة التريبل شارج والقلل. ما فيكم تقوصوا القلل بشفوتة، يمكن هو بيطلع الضرب عادي ما بيصير شيء، بس ما فيكم تخاطروا بالتركي. بالاسباني فيك اوكي، بس الافضل تقوس بالبي ام او المفردة يلي هي اكتر شيء بتحمل ضغط. شوفوا معنا هلا رح نبلش بالقلة، خرطوشة قلة واحدة. هيدي كمان بتقوس على الخنزير على الارانب على القنافذ على اللي بدكم اياه. قلة واحدة. شوف القلة شو رح تعمل بالحديد هونيك. يا الله يا الله ضغط ممتاز. نشوف شو صار. يا باطل شو صار؟ انتوا عم تحكوا لوح طول 2 ميلي، بتعرفوا شو يعني؟ رصاص. ليك شو عملت؟ هاي شوف الظهر كيف طلعت. يا باطل لك منا بول جينجاية. ها طايرة هاي القلة واحدة تكف طلعت 3 قلل. شو رح يعملوا؟ هلا رح منشوف 3 قلل اسمها سنتوريون. سنتوريون هي خرطوشة ايطالية. 3 قلل فوكسيرون هون. رح نشوف شو رح تعمل. رح نقوص على النص لانه قوصنا على الكعبة ديك الساعة. ردت لفوق خرقت وردت طلوع طايرة. خليني احطها بس لحظة من ايدي تفرجيهم الفرق. شوفوا الكبر. اوكي شوفوا الفرق بالكبر. ليكوا القلة واحدة ليكوا 3 قلل. 3 قلل اجوا حد بعض، يعني لتشوفوا الجمع قد ايه قريب. 3 قلل مع بعض رايحين مش تفرقوا على بعض. في 35 متر مسافة، يعني خرطوشة ممتازة ليكوا الخرق. انتوا عم تحكوا بلوح طول يعني مثل تصفيحة. شيء ممتاز شيء رائع. رح نكون عم نقوس الاربع قلل. بينوا 1 2 3 4. بفتكر هذه اجت طلع الضرب شوي واطي. ايه بفتكر انه عيده. رح نرجع نعيد الضرب. كيف فلحت فلح لاحظتي؟ يلا خلينا نروح نشوف. لحظة هيدي ما خرقت. لحظة شوي ما خرقت. يا بس معقول لأنه فيك تروح تعيد ضرب؟ رح نرجع نعيد ضرب. لا أنا معقول لأنه هي نزول بكري. خلص ما هو هيك كان نزول، بس هيكم صوريها بين هيك من عندي من فوق من فوق. اف بدها نكزة. رح نرجع نقوص. الأولية هي انه 3 قلل اسهم من الاربع قلل، بس انه الاربع قلل بتجيب لك هدف اكتر، احتمال تسيب الهدف اكتر. علي الضرب شوي. رح جرب هلا علي الضرب شوي تتجي بالنص تمام. اوكي
اوكي اوكي مثل ما انا شوف هون في عنا خرق لقلة واحدة بينتهم، قلة واحدة خرقت يلي هي من المفترض تكون اول واحدة، ليكو التانيين عم بيضربوا بدهم نكزة يطلعوا. يعني توقعاتي هي الثلاث قلل هي خرطوشة كتير مسمى، القلة واحدة مالنا هينة ابدا، هيدا اول ضرب طبعا قلة واحدة، هيدا تاني ضرب طبعا ثلاث قلل، وهيدا الاربع قلل انت ما عم بتشوفوا واحدة منهم بس خرقت. يعني اوعى تجربوا تقوصوا بشي تركي احسن ما يسبقكم البوز على تركيا ترجعوا تلموا الضرب. اوكي مش يعني شفوت التركية منا منيحة، بس منهم معمولين لهذا النوع من الخرطوش، كل شيء له شيء. مثلا البام فيك تقوص فيها اللي بدك اياه، من اصغر عيار لاكبر عيار. الشفوتة يعني ماكسيموم تريبل شارج بتقوص فيها، هولي اوعى تقوصوا بهذا الخرطوشة بجفت تركي. لكن يا شباب ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، قولوا لنا بالكومنتس اي بارودة بتفضلوا واي خرطوشة حبيتوا اكتر. بس قبل ما اختم لكم رح فرجيكم، نسيت فرجيكم الفرق بين هذا الخرطوش ثلاث قلل والاربع قلل، ليكوا الفرق بالطول. اوكي ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، واللي بده اي شيء التفاصيل يحكينا على الانستغرام. نعم قلوا لي فعلوا الجرس، فعلوا الجرس ليوصلكم كل فيديو بنعمله جديد. حبيبات القلب جميعا، بنشوفكم بفيديو جديد. باي باي.